نقائص قديمة متجددة يسجلها قطاع النقل في الجزائر. هذه المرة الحلول لا تقبل التأخير في خضم جملة المتغيرات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وفي وقت تعمل جميع القطاعات لرفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام. رفع من قدرات النقل في الجزائر خاصة فيما يخص الاقتصاد الليلي سوف يسمح برفع من الناتج الداخلي الخام في حدود 10%، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك مرافقة كل ما يتعلق بتقليص أجال يعني مكوث الباخرات في الموانئ الجزائرية وأجال مكوث يعني حتى الحاويات في الموانئ الجزائرية. كل تقليص هذه المدة سيرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني. ورغم إطلاق خدمات رقمية تسهل على المواطنين تنقلاتهم اليومية، إلا أن الواقع لا يرتقي للتطلعات. فيه يعني بعض الله صراحة فيه بعض المؤسسات التي لا يمكن يعني ذكرها للاحترام للمؤسسات الأخرى مرقمنة. أنا حضرت مع مدير يعني يوم معين في مداخلة ما أعطاني حصيلة الحافلات في الجنوب في الجنوب الغربي، حصيلة الحافلات المنطلقة وعدد يعني المداخيل وكذا، يعني فيه جوانب، لكن لازلنا بعيدين. لا نقول أننا استوفينا يعني القطاع حقه في مجال رقمنا، ولكننا نسير من سرع للدرب وسط. قطاع النقل البري الخاص ورغم أنه يمثل النسبة الأكبر من النشاط، إلا أنه الطرف الأكثر حاجة للتطور، والحظيرة ما تزال تنتظر التجديد. وجدنا في القطاع الخاص ب 95%، اليوم القطاع الخاص يمثل على مستوى الوطن 95%، مساهمة جبارة أم لا؟ لو بارك الحظيرة اهترئت، ربع سنين ما عطوناش حرية الاستيراد. احنا نطالبوا اليوم بحريه الاستيراد مع الدعم الجبائي سكون ابل لوندي. مواكبه قطاع النقل لديناميكيه الاقتصاد ضروره قياسا برفع الحكومه لسقف اهدافها الاقتصاديه، سيما وانه قطاع متعلق نشاطه بنقل المسافرين والبضائع برا جوا وبحرا.